وعفاه عنه ورجع موسى بن موسى إلى إزكي، ولكن موسى بن موسى لم يسكت ولم يرضه هذا السلوك من الإمام عزام بن تميم. لذلك حرض القبائل النزارية في إزكي لمحاربة وملاقاة الإمام. عندما علم الإمام عزام بن تميم أن موسى بن موسى يريد محاربته، خرج بنفسه وجيشه من نزوة إلى إزكي لملاقاة موسى بن موسى وقتاله، وفعلا دارت مقتلة كبيرة بين الفريقين، انتهت بموت ومقتل موسى بن موسى وتشريد القبائل النزارية. هذا الأمر الذي أغضب القبائل النزارية مما فعله الإمام بالشيخ موسى بن موسى وأفراد قبائلهم، مما جعلهم يستنجدون بوالي الدولة العباسية في البحرين محمد بن بور، وقال إن اسمه محمد بن نور لكن العمانيين غيروه محمد بن بور. فوجد محمد بن بور فرصة سانحة للدخول عمان والاستيلاء عليها وإرجاع تبعيتها للدولة العباسية، فاستشار الخليفة المعتضد في محض الخلافة العباسية في العراق، ووجد أيضا المعتضد أن الفرصة سانحة لدخول عمان والاستيلاء عليها لما فيها من خيرات ومصالح ترعاها، مصالح تخدم الدولة العباسية، وأمد واليه في البحرين محمد بن بور بجيش كبير لمعاونة القبائل العمانية لحربها على الإمام، وفعلا هذا ما تم. جاء محمد بن بور ومن معه من قبائل عمان لملاقاة الإمام، فعندما علم الإمام بقدومهم خرج من نزوة إلى سمد الشام ولاحقوه هناك، وحدثت مقتلة كبيرة بين الإمام عزام بن تميم وبين محمد بن بور ومن معه من القبائل العمانية، انتهت بمقتل الإمام عزام بن تميم سنة 280، وقبره موجود في سمد الشام إلى يومنا هذا في سمد الشام. طبعا محمد بن بور لم يكتفي بقتل الإمام عزام بن تميم، طبعا بمقتل الإمام عزام بن تميم انتهت الإمامة الإباضية الثانية، ودخلت عمان في موجة من الصراعات الداخلية والخارجية يعني كبيرة جدا، ربما نتحدث عنها يعني في مناسبات أخرى، ولكن على العموم يعني دخلت عمان في مطبات كبيرة جدا كانت في معزل عنها، وذلك بسبب الاستنجاد بقوى خارجية. على العموم محمد بن بور بعدما قتل الإمام عزاب التميم حاول العلماء أن يستجمعوا قواهم وأن يوحدوا العمانيون تحت صف واحد حتى يخرجوا محمد بن بور. حينما علم محمد بن بور بنوايا العمانيين وفعلا اجتمعوا على يد العلامة المنير بن نير الجعلاني وقرروا مهاجمة ومحاربة محمد بن بور. فمحمد بن بور حينما علم اجتماع العمانيين وتوحد صفهم ضده رأى أنه لا سبيل له إلا بالانسحاب من عمان والرجوع إلى البحرين، وفعلا بدأ ينسحب شيئا فشيئا، وكانت أقرب محطة له للخروج هي السيب، أن يخرج من السيب ويذهب إلى البحرين. ولكن العمانيون لاحقوا في منطقة دما، وحدثت مقتلة بين العمانيين وبين محمد بن بور، ومعركة كبيرة كان النصر فيها حليفا للعمانيين، إلا أن محمد بن بور تلقى مدد من الخلافة العباسية مما قلب كفة الموازين، ويعني وكان النصر أن يكون حليف العماني، ولكن انقلبت الموازين فاستقوى جيش محمد بن بور، مما حدا بالموازين أن تنقلب وأن تكون أن يكون النصر والغلبة في كف محمد بن بور، وفعلا هزم العمانيون وقتل المنير بن نيل الجعلاني وقتل خلق كثير من العمانيين. ولم يكتفي محمد بن بور بقتلهم في هذه المعركة، بل رأى أن هذا تحدي من العمانيين له، فسمل الأعين وجدع الأنوف وقطع الآذان ودمر الأفلاج
يعني دفن الآبار والعيون، وأيضا حرق المكتبات، ففعل فعلة عظيمة في عمان يعني كبيرة جدا جدا، ضاعت كثير من الآثار العمانية والأفلاك والعيون بسبب ما فعله محمد بن بور في عمان، فترك عمان في حالة من التيه والضياع والصراع، وجعل على عمان بعد ذلك بعض الولاة من بني سام ممن استنجدوا به في حرب عمان، وغادر هو عمان بعدما فعل فيها فعلته. كما ذكرت لكم بعد ذلك دخلت عمان في يعني تبعية للدولة العباسية، وكان يحكمها من الداخل بعض الولاة ممن عرفوا بالجبروت والظلم والقسوة، ويعني الظلم والعصبية القبلية التي تفشت في تلك الفترة، فدخلت عمان في كهف مظلم